بادئ دي بدء خالص تعزينا للطفل ريان الله يرحمه ولأسرته، ربنا يصبرهم، وخالص تعزينا للشعب المغربي وللشعب العربي كله، بغض النظر عن اللي بيتكلم هنا وهناك عن نقص الإمكانيات. إن ريان الله يرحمه كان مات والفترة اتأخرت عليه، كانت قصة جمعت القلوب جميعا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن رحيل الطفل ريان بيخلينا نفكر في موضوع مهم جدا، وهو أطفالنا الآخرين حقيقة في العالم العربي اللي بيعانوا معاناة كبيرة. الأطفال اللي في المخيمات في سوريا وفي إدلب وفي المخيمات في عز هذا البرد، هؤلاء الأطفال اللي بيعانوا كمان مهم جدا نهتم بيهم. الأطفال اللي في اليمن اللي من قصف السعودية والإمارات بيموتوا وبيعانوا الجوع كمان شيء مهم جدا. قصة الطفل ريان الله يرحمه كانت ملهمة، ها؟ مش جمعتنا لكي نفتح أعيننا جميعا على هؤلاء الأطفال في كل مكان. هؤلاء الأطفال اللي بيعانوا التشرد وبيعانوا الفقر، مش بس في بعض المناطق في المغرب، في كل أنحاء الوطن العربي، واللي ظروفهم صعبة، وحقيقة عندنا ملايين الأطفال التي تعاني في الوطن العربي. أتمنى من كل قلبي أن قصة الطفل ريان تكون ملهمة، أنها تفكرنا إزاي نقدر نساعد هؤلاء الأطفال ونشيل عنهم الظلم والقهر والفقر اللي بيعانوا منه. طفل ريان الله يرحمه كمان فتح عيوننا مهم جدا على الأطفال اللي بتموت وهي بتدور على لقمة العيش في مصر. شهداء لقمة العيش نحتسبهم كذلك. 9 أطفال لسه ميتين في منشية القناطر في المعدية اللي كانوا بيشتغلوا عشان يساعدوا أهليهم. النظام الفاجر في مصر اللي ما عزاش فيهم، جميل جدا انه عزى في الطفل ريان، ده شيء رائع، لكن الأقربون أولى بالمعروف. العيال دي الله يرحمها ويصبر أهليها، فضلوا 8 أيام مرميين في قاع النيل، والناس الغلابة يجيبوا لأهليهم أكل وشرب. طفلة شروق الله يرحمها طلعت بعد 9 أيام لقاها صياد بالصدفة، في دولة حقيقة بيقودها نظام فاجر. هذا النظام لم يعذف هؤلاء، بل إن المجرم كان قاعد يضحك ضحكته من هنا لهنا، والطفلة شو ميت، لا عزف الأطفال اللي ماتوا في منشية القناطر، ولا عزف الأطفال اللي ماتوا قبليهم، ولا هيعزف اللي بعديهم. للأسف هذا النظام الفاجر اللي بيتاجر دلوقتي كذبا وزورا وبهتانا، إنه لو كان الطفل ريان في مصر كان الجيش المصري أنقذه، قال لك آه والله كان زمانه أنقذه ولم يتعرض لكل هذا الظلم، وما كانش قاعد 4 أيام، كان الجيش المصري يطلعه في دقايق. هذا الكلام فاجر. إذا كان النظام في المغرب أثر إيراد في إنقاذ الطفل ريان، فالعصابة اللي بتحكم مصر ما أثرها 1000 إيراد في إنسانية الناس في مصر وكرامتهم. هذا النظام اللي بيروج لتلك الأكذوبة ما سألش نفسه ليه ما أنقذوش الشباب اللي ماتوا في جبل سانت كاترين، ما بعتوش ليه طيارات الجيش تقدر تنقذهم، وكان إمكانية إنقاذهم أسهل بكتير من إمكانية إنقاذ الطفل ريان الله يرحمه. ما سألوش نفسهم ده، ما سألوش نفسهم عبارات ومعديات الجيش المصري ما راحتش تنقذ العبارة السلام اللي حلت ذكرها 16 منذ أيام، اللي أكثر من 1000 بني آدم مصري ماتوا في ساعات وما حدش يتحرك عشان ينقذهم. ما سألوش نفسهم ليه الجيش المصري ما راحش ينقذهم. كان مبارك في الاستاد بيحضر التدريب وقاعد يضحك برضو، والمشير نايم ما حدش قدر يصحيه، وكانت فضيحة كبيرة اتكلمت عنها بشكل موسع أكتر من مرة، أرجوكم ارجعوا لها. ليه الجيش المصري ما انقذش لا هؤلاء ولا هؤلاء لما كان قادر ينقذ الطفل ريان؟ هذا كلام فاجر بيصدر من نظام فاجر. الجيش المصري ليه ما تحركش عشان ينقذ الناس اللي بتموت ظلم في السجون؟ ما تحركش ليه وسايب المجرم يعمل فيهم كده؟ لماذا لم يتحرك؟ مئات الحوادث وآلاف الضحايا في مصر، لم يتحرك حد عشان ينقذهم، عشان يقولك الجيش المصري كان بينقذ ويقدر ينقذ الطفل ريان في دقايق. بتجرب كل حاجة حتى بالموت، بتجرب كل حاجة حتى الموت بالنسبة لكم لقطة وعزة، ما عزتش أهلك بتعذف الطفل ريان. شكرا يا سيدي، ألف شكر. كان في مشهد تاني وإحنا بنتكلم على فجر هذا النظام، السيسي اللي هرب من اجتماع الاتحاد الإفريقي،
حقيقة عجبتني اللقطة جدا، قال لك رايح يحضر جاي له دعوة يحضر أولمبياد بكين. هو هارب من اجتماع الاتحاد الإفريقي لسببين، سببين أساسيين لا يمكن إن احنا نتجاهلهم. السبب الأولاني هو محاولة دمج جيش الاحتلال في الاتحاد الإفريقي. السيسي دلوقتي مش قادر يقدم هذه الخدمة ومش قادر يطلع يشيل تلك الراية، لأنه لو راح هناك كان لازم يشيل راية انضمام